الارهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياه مش التنمية بس. يعني لو الناس عايشه في مكان وما فيش فيه امان الناس ما تبقاش عايشه. الاسر اللي قدمت ابنائها وضحت عزقنا ان كان التمن ده هو تمن التخلص من آفة موجودة كان الهدف منها انها تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من ارضنا. احنا هنقول متشكرين بالاهتمام وبالعمل. انا بقول لكم كده عشان تبقى الامور واضحة. لما اجتمعت القلوب قلوب الناس كل الناس على قلب رجل واحد اتحلت المسألة.